أعلنت السلطات الأوكرانية أن المساعد الأول لرئيس الدولة سيرغي شيفر تعرض لمحاولة اغتيال أصيب خلالها سائقه بجروح بليغة. وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا الأربعاء أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفر قرب قرية ليسينكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقها. وأفادت تقارير صحفية بأن السائق أصيب ب3 رصاصات ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفر لأذى. هذا ونشرت الشرطة الوطنية الأوكرانية لقطات من موقع الحادث.